My name is Mohammed Jamal Moody. I work in immigration. I need the English language for my work. It's very important, and I want to travel to another country because I want to know me and I know them. I know now how to speak English, and I know how to make a conversation with anyone, and I can ask him anything about what I want. My name is Aysam Msahel. I work in immigration in Tripoli. I need it because it's an international language, and I need it in my work because our work is wanted to speak with another people. And I wanted to learn my sons and to discuss with another people on another nationality. I think it's add a lot things like I can speak very good and I can read the newspaper and I listen to the movies and I watch movies and listen to the music. I can help another people who want help. My name is Abdelbari Mohammed Shalfit. I work in immigration. It's international language and I like travel. I can speak English and I can deal with people. I can listen and read and write English. اسمي سامي خليفة علي. موظف في الإدارة العامة لأمن السواحل. والله اللغة الإنجليزية تعتبر أنها هي لغة العصر ونستحقها إحنا في العمل متاعنا كمعاملة مع الهجرة غير الشرعية وزيد تحسن الأداء متاعك أنت باش تعرف كيف تتعامل مع الهجرة غير الشرعية من ناحية المحادثة من ناحية كيف تتعرف عليهم كان هو إنسان قصدي إنه يبي حاجة كيف تتعامل معه وين يسكن وإن شاء الله تمام إن شاء الله وتزيد تحسنك أنت باش تعرف كيف تتصرف معهم والله دورة أكيد حتزيد لنا هلبة حاجات كأنك أنت بتحسنك اللغة متاعك في المحادثة كيف أنك أنت تبدأ تميز حتى في الأسماء من ناحية كان جابوا لك ورقة هيك مكتوبة بالإنجليزي كيف تعرف شوية وحتى الكورس حس الآن أولين أسبوعين بادين ونعتبر الحمد لله في تحسن وكل يوم أحسن من اليوم. الاسم صلاح الفرجاني، مديرية أمن السواحل، شغال تبع فرقة أمن السواحل متخصصين بالهجرة غير الشرعية. نحتاج اللغة الإنجليزية إن احنا نتعاملوا مع الأفارقة واحنا اللغة الإنجليزية نتاعنا ضعيفة، والحمد لله يعني حتى مكان العمل نتاعنا ما قصرش معنا وكلفنا بالدورة هذه، وإن شاء الله نكونوا في حسن الظن يا رب. والله يضيف لي نحاولوا ان احنا نحسنوا من لغتنا الانجليزيه ونحاولوا ان احنا نكونوا في المكان المضبوط ونحاولوا نديروا اللي علينا وحتى باش نقدروا حتى نتفاهموا مع الافارقه ما نتعاملوا معاهم واللي فيها الخير يقدم مع ربي ان شاء الله. اولا يعني نحب نعرف بنفسي نقيب بحار مدير مصباح المبروك تابع الاداره العامه لامن السواحل. يعني بصراحة يعني طبيعة العمل يعني بصفة عامة تحتاج اللغة الإنجليزية ضروري يعني بحكم التعامل مع المهاجرين غير شرعيين يعني باختلاف لغاتهم. يعني اللغة الإنجليزية والفرنسوية هي تعتبر يعني هي اللغات الأساسية كيفية التعامل مع المتن في طبيعة العمل يعني والاحتكاك المباشر مع الجنسيات الأفريقية. يعني طبعا أنا أمبي فرنسي إنجليزي طوى الحمد لله كبادية ممكن أسبوع تقريبا، لكن بالنسبه لنا المسألة يعني ممتاز جدا في استقباله والكوادر يعني اللي تعطي فينا يعني كوادر ما شاء الله يعني في استيعاب ومواطبين وان شاء الله ربي يقدرنا ونو يعني في المده القريبه نستطيع نتكلم اللغه الانجليزيه باش تساعدنا في مجال عملنا ان شاء الله. يعني الدوره ممكن في الاسبوع الاول ضافت لي يعني بعض الاشياء. يعني اول حاجه يعني غياب اللغه الانجليزيه علينا ممكن من قرب 15 سنه، حاليا استرجعنا العديد والعديد والعديد في ظرف اسبوع. يعني فنتوقع يعني في المده الجايه ان شاء الله حيكون المستوى يعني ان شاء الله ممتاز جدا ان شاء الله. فما بما ان زي ما حكيت سابقا وقلت ان الكوادر اللي الشخص المحاضر اللي يعطي فينا يعني استاذ نحترموه ونقدروه، الشخص يعني عنده الكفاءه وعنده القدره
وعلى دراية باللغة، وإحنا مستوعبين معه وماشيين يعني زي ما نقول ستيب ماي ستيب، يعني إن شاء الله خطوة خطوة في سبيل الوصول للهدف إن شاء الله، وهي تكلم بشكل جيد في اللغة الإنجليزية إن شاء الله.